السلام عليكم. النهاردة تاني فيديو اهوت لينا في الرعب، بس النهاردة مش هتبقى قصة. ليش؟ زي ما انت شايف النهاردة طالع لسه النهاردة لسه طالع. النهاردة هنعمل مقلب جامد اوي 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 اوي. يعني فكرة المقلب هي دي فكرة المقلب، هتشوفها في المقلب بإذن الله. هتموت يا محمد يا ياسر، يعني انت ما تخش تقول لي انا اترعبت باللي انت عملته، هسيبك. بتحلم بتحلم. يلا احنا دلوقتي طلعنا اهو، تعالى العفريت بتاعنا اهو. محمد هيموت النهارده، خلي بالك احنا عندك دلوقتي. يلا انت بقى استعجلش عليها، انا شغل السكينة دي باروك وزنو الشغل برضه يا جدعان. تعالى هنا في النور ودي شرام، انا احتاج بسرعة بقى قبل ما احس فيها عادي. صغرنا يا اسطى، انا بلبس شراب. عفريتها صدقيني هتموت دلوقتي يا جدعان. نكت على الله كتير، مش عارف البس الباروكة، فانت البسها لي كده يا بيش. استنى خبط عليك وربنا يسترها. هو قام دلوقتي يعمل شاي اهو، حاول اثبت التليفون. تعال خش. يا محمد شاي بعد انا بجي لك اهو. ماشي براحة. انا هقفل الباب ده يا محمد. ماشي بعد كده. عامل ايه بس؟ انت عامل ايه يا عم؟ انت عامل ايه؟ تعمل نفسك ليه؟ عم نشرب حاجة كده. نفسك ليه يعني؟ الحمد لله تمام والله. انت عامل ايه؟ الحمد لله والله. ايه يا عم انت خايف من ايه؟ انت خربتنا يا عم انت. خايف من ايه؟ مش عارف انام منك يا عم انت، حرام عليك. يا عم ده حاجة على السريع كده. اهم حاجة تقلع على السريع يا عم.
بس ايه رايك في الشغل يا عم؟ تخاف الاطفال يا عم وانت لا يا عم، ده انا عاملها بلس 18 محدش هيخافها. ده انا خفت الاطفال مش هيخافوا. لا خرب بيتك يا مصطفى. يا عم حقيقة بس ايه رايك؟ والله تسلم يا عم. حلو؟ جميل والله. تسلم ايه ده؟ اخليك يا عم، انت خايف مني او ما امشيش؟ لا يا اسطى ما تمشيش يا اسطى، زي ما انت مشرفنا الله المستعان. بس الفيديو اللي احنا بنعمله سوا وكده، انا عايز اعمل فيديو تاني تحدي؟ اه باذن الله بقى نعمل واحد تاني ان شاء الله. ما تستعجلش، احنا مع بعض ان شاء الله. احنا مع بعض الدنيا حلوه باذن الله ان شاء الله. مش عارف، حاسس من ساعة ما عملت الفيديو دي كده وانا مش طبيعي. ايه اتحسد؟ والله انا اخر بتاع الحنجرة عندي بايت. ليه كده؟ مش عارف. لا انا يعني من ساعة ما انا عملت الفيديو ده وانا في حاجة غريبة كده بتحصل لي، انت فاهم؟ مصطفى انا قاعد لوحدي يا مصطفى. انت عارف ان انا قاعد لوحدي، ما تخافش. يا عم انا مش بخوفك. طيب مش هحكم عليك، تبات معاه النهارده انت حاضر. انا خايف عليك عادي يا اسطى، تبات معاه واحد انت حاضر. انا من ساعه ما انا عملت الفيديو دي كده وانا حاسس بحياه غريبه وبتحصل نفس كده، انت فاهم؟ بس انا كنت جمع معلومات وحاسس ان انا قريت طلاسم والكلام ده، انت فاهم؟ فمن ساعتها وانا حاسس انني في حاجه غريبه في حياتي كده. جيت انام حسيت بنفس غريب كده جنبي. حاجه ما تخافنيش. ايه يا عم انت هتقول لي يا عم ما تخافنيش؟ تعالى اصطبط معايا. لا مش طالع من داري، مش جاي. مش جاي لك يا عم داري انا ولا بيه. والله انا قلت اروح لمحمد اقعد معاه شويه. والله شرفتنا يا مصطفى والله. حبيبي. وكده يعني غير من اللي انا فيه دلوقتي. انا حاسس اني كده مرحلة جديدة وكده، انت فاهم؟ ربنا يستر كده يا رب. بس انت تعبت نفسك يا عم. اشرب يا عم، محدش واخد منها حاجة. بس الله كلمة تعمل حاجة زي التاني. ليه؟ يا عم معلومش انت، انا كل ما افتكر اصلا بص مش انت صعب، بص مش عارف انا بعمل ايه. ليه يا عم؟ انا كنت قاعد بحكي قصة يا عم. ما هي ريتها قصة تتحكي يعني. اعمل رومانسي يا عم. يا عم رومانسي. يا عم اعمل رومانسي يا عم، بلاش رعب يا عم. خفت قوي كده. اه انا اضربك. خفت قوي كده. ايوه يا عم انت القصة بنت كده. امال اللي انا بشوفه ده يبقى ايه؟ انا شفت حاجات من ساعة ما قريت الحاجات ديت، انا حاسس ان انا قريت طلاسم، حاسس اللي في حياتي حصلت لي. مصطفى ما تخافناش يا مصطفى. يا عم انا ولا بخافك ولا حاجه. انت بتخوفنا عشان انت عارف ان انا لوحدي بتخوفني. يا ابني هرضى معاك النهارده، هرضى معاك النهارده. لا مش جاي عندك. هتيجي. لا اسمع مني، هتيجي. هتيجي. بيعمل ايه؟ الله اكبر. ايه اللي حصل ده؟ مش عارف. فايه مش عارف. الصوت ده مصطفى. انت فايه؟ من يلا طيب. ايه مش عارف. مام هو ايه ده؟ مش عارف ولا مام 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 مصطفى. هو ايه ده؟ ولا بسم الله الرحمن الرحيم. حسب المشترجي حسب المشترجي حسب المشترجي حسب المشترجي الله حسب المشترجي حسب المشترجي حسب المشترجي
استغفر الله. مصطفى مصطفى والله مش ترجي حسب الله 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 مش ترجي مش عارف حسب الله مش ترجي Ha ha ha!
بص بص كلتها كلها يا ابو حبيبتي انت ما شفتش الكاميرا دي خالص ده لو انت هيشوف هو ده المشكله مش الكاميرا ده دخل منين اعرف شوف لي اعمل له اعمل له مو دوسوا بقى لايك عشان الراجل ده ايه رايك ايه رايك في المقلب نصيحه ما اخوك ما تعملهاش ولا فيه ولا صعبه مش ولا ده قلبك كده يا لهوي انا بنعكس يا قلبي يا لهوي يلا بس يلا بس ما نقلع الشراب ده يلا على اللبس اللي خاف انك ده لبسه ده خلاص بقى الحمد لله يا عم الحمد لله بس انا بقى عمي طب هو هتاع صادق بس لسه الناس لسه احنا اللي بتعمل مصطفى اه طب وده اللي كان بيصفر هو ماشي انتظرونا في كل جديد جبت اخره يا جدعان انت ما شفتش الكاميرا دي وهي محطوطه طيبه كده حرام عليك يا مصطفى شفتها مش عارف انا ما مصطفى فين اصلا جاي كنا جاي تعالى خلاص بقى انت زعلان مش تزعلش اسكت يا وعاك ماشي خلاص بقى خلاص خلاص دي مالها بتعمل فيا يعني ما لقيتش غير انا يا مصطفى ماشي ولا انت عارف انت عشان عارف ان انا بخاف ماشي انا مالها انا ايه انت ما تخش في الصاله بقى لا مش انا مش انا مش انا خلاص بقى عشان تعمل زي خلاص بقى ما تزعلش عمي ما زعلش يا عم انت عمال تيجي تقعد جنبه وتشد في هدومي خلاص بقى وانت خلاص الناس هتزعل هجيب كل ما عمل يا عم اللي فاق انتر جبنا وشرخان اول امبارح بيقول لي مواني هو ما طلعش اي حاجه عيبكم كده يا جماعه ده انا كده هو صاحبهم كده هم لقوش غير انه يعملوا فيها الفيديو ده حلال في كده عشان اللي بيحط من العفريت بيطلع له وانا عشان انا بعمل كده بجمد قلبه جمد قلبه يا عم انت انت جاي في اليوم اليومين اللي انا قاعد فيهم لوحدي ما انت تيجي تبات معايا لا ما مش عايز اعرفك تاني خالص انا انا بقدرك انت بكتر داك لا انت عفريت كده يعني ها كده عم حرام عليك طب انت هتصالحك بقى عشان الناس ما تزعلش مننا مش زعلان منك يا صاحبي حبيبي بس ما تتكررش تاني ولا فيا ولا في غير انت حسابك معايا اسود بعدين ماشي انت مش بعد معايا طب وانا امشي بالبتاع دي من هنا امشي بالبتاع دي من هنا ضربه امشي خلاص بقى خلاص يا صاحبي خلاص مش زعلان خلاص والله زعلان من هو في حد تاني معاك ولا زعلان طب وانا يا صاحبي لا يا اسطى مش زعلان يا اسطى بص احلى رجاله والله الرجل زعلان من الرجل ده ده الرجل ده ده هيموت ضرب الرجل ده بس اصبروا صبركوا بالله خلاص هنقفل خلاص معاك انت اقفل الفيديو يابا عشان ايه اصفي حسابي معاكوا بقى كده بالراحه كده يعني عشان مش زعلان لا مش زعلان يابا وكل واحد ياخد حقه دلوقتي كده يا جدعان اخر الفيديو بتاع النهارده و وهتستنى مني بقى التانية كتير لا واعمل سبسكرايب كده يا جدعان للقناة عشان خاطر محمد نعمل فيلم قالك انا نسيت اقول لكم الفيديو ده خالص الفيديو اللي فضلت انا حطيت 30 ضغط ده اهو فاكر انت بتردها لي يعني بتردها لي انا لا ماشي بتردها لي يعني ماشي احنا جايين في تحديات تانية كتير وهتشوف بقى انا هعمل فيلم انت تسكت خالص مش عايز اسمع صوتك انا لا انا لا انا لا انا لا انا لا انا لا اهو بقى بيرقص ويضحك اهو والله يا جماعة موقف وحش قوي يعني هم بصراحة والله يا جماعة انا كنت مفكرة شرخان بس قلب على محمد ثروت اللي مش عارف والله يا جماعة والله هو كلب ويستحق الموقف دي كلب يا ابن الكلب عشان اول امبارح جيت عنده قلت له اعمل له عصير فراولة مرضيش يعمل خدها مصطفى كمان الفيديو عملنا كل السفن ده
وده يا جدعان اخر فيديو بتاع النهارده. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ودوسوا لايك بقى وسبسكرايب لو انت لسه هنا. يلا مع السلامة.